الله الذي جعل الهداية سبيلا للمالكين وطمأنينة للعابدين وصلاحا للطائعين، والصلاة والسلام على المبعوث هدى للناس ورحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، هذه خطوة جاءتنا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفيها مضمنها ابتداء من الآية الكريمة، ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الآية ضمن هذه الآية الكريمة وضمن هذه الخطبة أن مصير الخطباء وأن مصيرنا إلى المزبلة، وأننا لا فائدة فينا، نظراً لأن إذا بقيت الخطب تأتي إلينا كأننا عبارة عن دمية، عبارة عن رسوم متحركة، لا نصلح لشيء إلا لسرد هذه الخطب التي تأتي من غيرنا، ونحن لا نقبل بهذا. وعدد كبير من الخطباء الذي بلغني عنهم وعندي كلامهم وكتاباتهم أنهم لا يقبلون هذا بتاتا، كما لا تقبلونه أنتم أيها المصلون، نظرا لأننا كأننا عبارة عن لا شيء، لا نصلح لشيء، ولا نصلح للخطابة، ولا نصلح، ولا يمكننا أن نكون خطبة للمسلمين. ونظرا لأن المجتمع المغربي يتنوع فيه أنواع من البشرية، وفيه أدواء الأسباب تؤدي إلى أن الخطيب يراعي تلك الحالات وتلك الأسباب ويعمل الخطبة في ضمن هذه الأسباب، وأن الخطيب كأنه عبارة عن طبيب ينبغي له أن يعالج ما بالمجتمعات. أما والحال أن تأتي خطب لنقرأها عليكم ثم بعد ذلك نذهب إلى حال سبيلنا، فأنا من الآن إذا بقيت هذه الخطب تأتي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا؟ في استطاعتكم أنتم أيها الجماعة في كل جمعة أن تأتوا برجل، ليسرد هذه الخطبة وانتهى الأمر، ولا غرض لكم بالخطيب، ولا غرض لكم بمن تمولونه وتعطوه الشرط أو تعدوا له شيء في حق من الحقوق. هذا جميل. نعم أيها الأخوة الكرام، لأن هذا وهذا أيضا انتقاص في حق الخطيب.